درست بين الدرس الماضي عنوانه دلالة كان وأخواتها. إذن الهدف من هذا الدرس هو نتعمق في الفهم ونتعرف أكثر عن دلالة كان وأخواتها. ماذا نقصد بأخوات كان؟ ومتى نوظفها؟ كيف نوظفها؟ الآن نلاحظ جيدا في الصفحة 88 المثال الأول: كانت فرحة العائلة كبيرة بلقاء العمة. ظل أبي وأمي يدعوان عمتي للأكل، لكن عمتي صارت تتبع حمية غذائية. أول شيء نلاحظ جيدا هذه الجملتين. أول سؤال نطرحه على أنفسنا: بماذا تبدأ الجمل؟ ما هي الجملة الأولى؟ فرحة العائلة كبيرة. الجملة الأولى تبدأ باسم، إذا نوع الجملة هي اسمية. بما أنها بدأت باسم فهي جملة اسمية، فرحة العائلة. نفس الشيء بالنسبة للمثال الثاني: ظل أبي وأمي يدعوان عمتي للأكل. أبي اسم، اسم مذكر، أبي وأمي، أبي اسم مذكر، يعني تبدأ الجملة بالاسم أبي. إذا جملة اسمية بما أنها بدأت باسم. الآن أدخلنا على هذه الجمل أفعال: كانت فرحة العائلة، كانت، ظل أبي وأمي، صارت. أدخلنا عليها أفعال. الآن ما هو زمن الأفعال؟ نلاحظ جيدا بأن زمن الأفعال هو الماضي. لماذا؟ لأننا نقول كانت فرحة العائلة، ظل أبي، صارت تتبع. إذن زمن الأفعال هي أفعال ماضية وأدخلناها على جمل اسمية. كيف كانت حالتها؟ نقصد حالتها في حالة العمة. وكيف صارت العمة؟ الإجابة في المثال: صارت عمتي تتبع حمية غذائية. إذا صارت العمة تتبع حمية غذائية. من هنا نستنتج دلالة هذه الأفعال أو دلالة أخوات كان. وهذا الدرس تطرقنا إليه المرة الماضية. الآن سنتعمق في معنى هذه الأفعال ودلالتها، معنى هذه الأفعال ودلالتها. وبالتالي عندما نقول صارت العمة تتبع حمية غذائية، نستنتج بأنها كانت في حالة وتحولت إلى حالة أخرى، يعني كانت لا تتبع حمية غذائية، الآن صارت تتبع حمية غذائية، يعني تحولت من مرحلة إلى مرحلة أخرى، أو من حالة إلى حالة أخرى. كانت لا تتبع حمية وصارت تتبع حمية. إذا دلالة صار أو صارت أو معنى كلمة أو معنى فعل صارت هو تحول من حالة إلى حالة أخرى. إذا هنا نلاحظ أخوات كان: صار، أصبح، بات، أمسى، ليس، ظل. الآن ماذا نقصد بهذه الأفعال أو ما دلالة هذه الأفعال؟ تحدثنا عن سارة في المثال الأسبق، قلنا تدل على تحول من حالة إلى أخرى، كأن نقول صارت العمة تتبع حمية بعدما كانت لا تتبع حمية، يعني تحولت من حالة إلى أخرى. أصبح تدل على وقت الصبح، كأن نقول مثلا
أصبح الجو جميلا بعدما كان ممطرا غائما وهكذا. نقول بات نقصد بها في وقت الليل، كأن نقول مثلا بات الولد مريضا، يعني في الليل بات مريضا محموما يعني وهكذا. أمسى في وقت المساء، كأن نقول أمسى التلميذ يراجع دروسه، ليس تدل على النفي كأن أنفي شيئا، مثلا كأن نقول ليس الكذب خلقا نبيلا، ننفي ليس الكذب خلقا نبيلا. ظل يدل على الاستمرار، كأن نقول ظل زيد مريضا، أو ظل التلميذ مجتهدا وهكذا. تطبيق: أكمل باستعمال أصبح، ظل، ما زال، بات، ليس، أمسى، صار، أضحى. الجو باردا، الضيفة صاهرة، لا تقلق الكعك كثيرا، الكسول ناجحا، الشوكولاتة جامدة، المعرض مفتوحا طوال اليوم. إذا لاحظ جيدا الجمل، أميز جيدا هذه الجمل وأفهم معناها حتى أتسنى أو حتى يتسنى لي وضع إحدى أخوات كان. نأخذ دقيقة للتفكير ونعود. إذا لاحظ جيدا التطبيق، نقول أضحى الجو باردا، باتت الضيفة ساهرة، لا تقلق ما زال الكعك كثيرا، صار الكسول ناجحا، أصبحت الشوكولاتة جامدة، ظل المعرض مفتوحا طوال اليوم. أتمنى إذا التطبيق على كراس الأنشطة صفحة 61، يتحدث هذا التطبيق عن وظف كاما وأخواتها. أتمنى أن يكون الدرس مفهوم، وأتمنى أيضا من تلاميذي الأعزاء أن يقوموا بهذا التطبيق أو هذا التمرين على دفتر أنشطتهم. وإلى الملتقى إن شاء الله.